راه هذا الشيء راه تيألم بزاف 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 بزاف. ملي كنا صغار واحد خدام الصناعة عمرو ما ترانا بحال هذا العام. كاع الصناع كلهم ضروري كلهم مخليها لهم عشتو. السلام عليكم. الزكرا محمد رئيس جمعية نهضة للصناع التقليديين وأمين المال لجمعية تضامن لأسواق سمارين. تضعفوا حاليا اللي جيتو شتو الوضعية وضعية مزرية لأنه وصلت الدقة العظم بالنسبة للصناع التقليدي وبالخصوص الناس اللي تيخدموا في الفنادق. يعني ما كاين حتى شي حاجة وحنا في دوكا حاليا بداية ديال شهر 11 وما كاين حتى شي حاجة. يعني هاد الناس المسؤولين ما كاين يعني ما داروا معنا حتى شي حل ودروك حاليا راه تنعانيو من البطاله ما كاين حتى شي حاجه وتنعرفوا الوضعيه ديال السوق السماري والاسواق المحيطه بها انه يعني لما كانت السياحه بخصوص السياحة الخارجية حاليا ما كاينه لا سياحة داخلية ولا خارجية وراه كاينه معاناة كبيرة بالنسبة للصناع التقليديين. يعني درنا يعني حنا كفاعلين جمعويين دقينا البيبان درنا لقاء مع السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية درنا لقاء مع السيد الوالي بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية حطينا المقترحات جاولنا انه خص يكونوا الحلول يعني سريعة للبلاد بالنسبة باش ننقذوا هاد الصناع التقليديين لانهم يعني راه القضية مكرفصة بمعنى الكلمة. ما عرفناش دروكا حاليا اش بينا نديرو. يعني انا شخصيا تنهضر على راسي انه يعني راه تنعاني من البطاله. يعني اش بيت تقريبا كدا و 30 سنه طاع الصناعه شنو هو البديل؟ واش يعني تخدم في سيكريتي ما كاينش حتى حاليا بغيتي تخدم في اي شي حرفه اخرى اللي بديل ما كاين حتى شي حاجه. تنتمناو المسؤولين يكونوا عندهم واحد الاذن ساغيه لهذ المعاناه ديال الصانع التقليدي وتكون يعتقوا ما كاين ما يتعتق لا ما كاين شي حاجه راه تكون وقفات احتجاجيه بالنسبه للصناع التقليدي. حاليا انا منضم واحد الائتلاف جمعوي في المدينه العتيقه فيه مجموعه ديال الجمعيات. يعني بحكم هذه الوضعيه اللي تنعانيو منها كصناع تقليديين وكاين معنا تجار صغار وخدماتيين يعني توحدنا وكونا واحد الائتلاف وصفتنا مراسلات الاولى للسيد رئيس الحكومه والسيده وزيره المكلفه بالقطاع السياحه والصناعه التقليديه والسيد وزير الماليه ومجموعه ديال القطاعات اخرى صفتناهم لهم مراسلات. يعني ما كاينش حتى استجابه وصفتنا مراسله ثانيه مستعجله لانه باش نلقى يعني نعتقوا ما كاين ما يتعتق لهاد الناس ولكن ما كاين حتى شي حاجه. يعني هنا في تطرح السؤال واش حنا مغاربه ولا ماشي مغاربه؟ الا كنا مغاربه هاد المسؤولين اللي حطيناهم في مركز القرار يعني خص يديروا معنا شي حل ولكن حاليا ما داروا معنا حتى شي حل. يعني بغيت انا هذاك المسؤول يتحمل مسؤوليته ويشوفوا معنا شي حل. الله يجازيكم بخير. راه ما عرفناش نديرو راه دروكا الوضعيه راه مزريه بمعنى الكلمه وهذا الشيء راه غادي يطول وما لقينا حتى شي مسؤول اللي خرج بشي تصريح وقول لنا الحد ديال هذه الجائحه. حنا في الاول كانوا المسؤولين تيقولوا لنا شهر حنا دروكا حنا في شهر 11 وما كاين حتى شي حاجه وما عرفناش يعني اشنو هو البديل اشنو هو البديل. بغيت انا هذاك المسؤول يخرج ويخرج يدير شي تصريح ويعطينا شي حل لهاد الناس. راه ما لقينا حتى شي حل لا للناس اللي تيمثلونا في غرفه تاع الصناعه التقليديه ما داروا معنا حتى شي حل. هاد الناس اللي في المدينه اللي مسؤولين على مدينه مراكش ما داروا معنا حتى شي حل. واش بغينا نديروا حنا؟ هذا هو السؤال. شنو هو المصير ديالي كصانع تقليدي؟ شنو هو المصير ديالي؟ راه هاد الشيء راه تيألم بزاف 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 بزاف. بغينا هاد الاخوان ديالنا المسؤولين يخرجوا ويديروا معنا شي حل. راه هاد الشيء راه واك واك الحق. راه كاين واحد مجموعه ديال الصناع راه وصلوا لمجموعه ديال مشاكل اجتماعيه راه ما لقى ما يصرف. كاين واحد مجموعه ديال الصناع حتى السيد الرحلي ما في استطاعتوش يدخلوا على دارو. الله يجازيكم بخير المسؤولين ديروا معنا شي حل. الله يرحم لكم الوالدين.
كنا مثلا الصناع تعيشوا عيشة مزرية من قبل كورونا وملي جات كورونا خلاص كاين فيهم كاع اللي تعاطى كاع السعاية صراحة يقولها الإنسان إن الصناعة والو ما حتى حد ما بقيت يسول فيك سديتي زدتي في حالتك والو ما باقي الحنة ما باقي تتحلها وانت قاعد والصير ما عدرك ولا الانسان تبيع حوايجو باش يعيش المشاكل في الدار ارى كي بغيتي تجي شكون اللي يعرف لك ارى وما كاينش اللي تتكلم عليك لا في البرلمان ولا هكا ولا الغرفه حتى هي ما دارت والو في هذا الباب هذا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان هذا الشيء ما يقبلوا لا الله ولا عبده وحنا زعما في دولة اللي هي والصانع التقليدي اللي هو قابض السياحة وتيجيو عندك السواح وتيسولوك تقول لك واش عندك شي منحة من الدولة واش عندك كذا تنقول له والو صورتي تاكل ما صورتي شيء سير بيع حوايجك هادشي اللي كاين فاللي تندير هي الفخار تنزينو بسميتو بالمعدن وبالنحاس وتنزوقوا وتنقدوا دابا القضيه الحركه وقفات ما كاين لا هادي ولا هذيك الناس اللي تتعامل معاهم هما بروسهم حبسوا شي قلت لك هادشي اللي هادي هي الحرفه ديالنا هو الفخار بهذا الشيء تنرمم على هادشي القديم تترمم وتولي ثاني فيه ما يتشاف وكذا الى اخره والسياحه هي معامل الخدامين ما كاينش شي سياحه زعما تاع الداخل ولا شي حاجه هذيك الهضره ما كايناش الناس تاع الداخل ما عارفينش هذا الشيء شكون تيشري هذا الشيء النصارى ما كاينين هذا درت تشوف دابا السوق كله هو مسدود والصانع راه ما بقى عنده شيء السلام عليكم انا صانع تقليدي سميتي سي محمد القريطه ناحيه هذه جائحه كورونا راه تهزم عندنا الوضع راه ما كاين لا خدمه لا تيكلي خليك حتى نهربوا يا منطر تنجيو تنقعدوا هنا في الحانوت ما كاين لا كليان لا سياحه لا حتى شي واحد يقول لك لا هاك ولا هاك والله حوايجنا بيناهم كل شيء راه بقينا قاعد الله كريم ما كاين لا تعاون لا تيكلي خليك لا مسؤولين لا سياحه لا والو اخو انت دخل الهزج اي 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 الله ولا حول ولا قوه الا به كان ديك السوق تيجي البلاغي دوكا ما كاين بلاغي ما كاين اللي بغا يدي لها البلاغي ولا الصبابط ولا والو ايوا هادشي اللي عطا الله تعالى ما كاين شي ما خدامينش ملي كنا صغار واحد خدام صناعة عمرو ما ترانا بحال هاد العام راه غير قاعدين عام سيدي 8 صور هادي ولا 9 صور وما كاين لا بيع ولا شراء ولا اللي يجي يتسوق من عندك ولا اللي يهضر معاك ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ولي بغي يخدم شي خدمة ما لقاها الناس مساكن راه ولاو تيدورو الصناعية والو ما عندهم ما شاء الله أسويدي الإنسان. شرينا الزاد صايبنا ما كاين اللي بغا يشري قعدنا ما شاء الله. ايوا هادي كله ها كل شيء راه الصناعه كلها هما قاعدين عام سيدي ما كاينش اللي خدام ولا ردام لا بيع لا شراء معكم محمد لولو صانع تقليدي وفاعل جمعوي تنزاول الحرفه ديالي في واحد المكان في مراكش وهو سوق السباغين هاد السوق السباغين تنضوي تحت واحد الحرفه اللي هي صباغه الصوف والنسيج اللي من اعرق الاسواق هو سوق السباغين هاد سوق السباغين والحرفه ديالو نعاودوا نرجعوا اللور واحد شويه باش نفهم الاخوان جميعا لان كان سوق السباغين كان تحتوي على 80 محل تاع تزاول هذه الحرفه صباغه الصوف والنسيج حاليا قبل من الجائحه بقاو ثلاثه من وصلت هذه الجائحه تنتصادفوا بان واحد السيد رحل من السوق وزما حلو وزدو زانو ما نقولوا كاع باع حتى الصباغه وباع حتى التلفزيون ديالو فهذه الاكراهات اللي كنعيشوا فيها وتنعيشوا فيها في الجائحه هذه فغادي تمشي لنا واحد الحرفه وغادي يمشي لنا واحد السوق هنا تنقول الناس المسؤوله الله يجزيكم بخير الحرفيين
راه خصكم تشوفوا وتنظموا من حالهم. الحرفيين راه عطاو الكثير 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 للمغرب، لان عند مشعل تاع الدولة هو الحرفيين، لان الحرفيين تتواجد في الادارات، تلقى المعالم ديالو في الادارات، تلقى الحرفيين تلقاه في مساجد، تلقاه في عيد، ولا بالتل في السماطات تلقى الحرفي. حتى انا في صباغه الصوف اللي لحقت الله اللي عايشين في بعض الاكراهات في الجائحه هذه، لا حول ولا قوه الا بالله، ما لقيناش المواد الاوليه، ما لقيناش الناس الكريه اللي كانت يجيو عندنا، ما بقاوش يجيو لنا، تسدوا الطرقان. السلعه ديالت عباد الله كامله منين جينا حلينا في هذا اللي خلقيناها كاع فاسده. بالنسبه لنا حنا كصباغه، حنا ما تنشريو الصوفه، حنا تيجي عندنا واحد الكليان تيجيب واحد الماده اوليه، وهي الصوفه ولا الصبره ولا السده ولا الطعمه، تيجيبها لنا تنصبغوها. في الجائحه لقينا سدينا، تلقينا على ما يزيد على واحد 300 كيلو راه كاملها فزات وكاملها مشات. بالنسبه لنا كصناع تقنيين، كيفاش غادي نخلص لهم هذه السلعه، هذاك الشيء اللي مشى لنا؟ كيفاش الصانع التقليدي غادي يخلص الكره ديالو؟ كيفاش الصانع التقليدي غادي يخلص الضو ديالو؟ كيفاش الصانع التقليدي غادي يخلص المصاريف تاع ولادو؟ راه كون شافوا الناس المسؤوله نزلت مراكش ودخلت الفيتي تمركزوا في الصناع التقليدي، راه غادي يحسوا بالصناع التقليدي من يشوفهم. ما غاديش كاين الصانع التقليدي اللي عنده ربعات الوليدات وما لقاش حتى نسيت الحيب اللي يدخلوا التربيه الصغيره. كاين الصانع التقليدي اللي ما لقى حتى ليكوش، ما لقاهم لوليداه. وزيد لان كاين اكراهات بزاف، ماشي نهضروا على صباغات الصوف، نهضروا على القطاع ككل. هو الصناعه التقليديه في القطاع ككل، فابان الجائحه فعيش لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. من هذا المنبر نتمنى من الله عز وجل يكون هذه الرساله وصلت، والحمد لله عندنا احنا متشبتين بالله سبحانه وتعالى وملكنا محمد السادس الله ينصره ويشافيه.